بعد النجاح الكبير اللي حققته شركة واوي بإطلاقها ساعتها الذكية واوي واتش فيت، واللي هي تعتبر ساعة ذكية اقتصادية اللي قدرت تنافس بيها ساعة أبل الذكية، وكمان قدرت تحقق نجاح ساحق في السوق العالمي للساعات الذكية، واللي كان من أهم مميزاتها أشكالها المتنوعة اللي بترضي كل الأذواق، وكمان مميزاتها الكتير التقنية زي الشاحن السريع اللي بيجي معاها ونظام جي بي اس مدمج، وتقدر تمارس بيها 96 نشاط رياضي مختلف، ده غير البطارية اللي بتصمد فعليا لحد 10 ايام، ومميزات تانية مهمة زي نظام تتبع النوم. فاجأتنا شركة واوي شهر مارس الحالي بإطلاقها نسخة جديدة مميزة من ساعتها اللي اتكلمنا عليها، وهي واوي واتش فيت إليجنت إديشن، واللي هي من اسمها يبان انها متصنعة بخامات عالية الجودة مع الحفاظ على نفس التصميم المميز للنسخة الاولى. ساعة واوي واتش فيت إليجنت إديشن بتيجي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وده طبعا بيميزها عن نسختها الاولى اللي كانت بتيجي من اطار من البلاستيك، وده طبعا اللي بيديلها شيء من الفخامة اللي بتبعدها عن الساعات الاقتصادية. ده غير الاستراب اللي بيجي بخامات عالية الجودة مختلفة تماما عن النسخة الاولى اللي كانت من السيليكون. وبكده شركة هواوي تكون استثمرت نجاحها اللي حققته من نسختها الأولى لساعتها المميزة، وكمان جذبت شريحة جديدة من عملائها عشاق الفخامة والتميز. وده طبعا هيخليها تخرج بنسختها الجديدة من سوق الساعات الذكية الاقتصادية لسوق الساعات الذكية متوسطة الجودة. لكن للأسف واوي واتش فيت إليجنت إديشن ما قدمتلناش أي شيء جديد تقني يذكر في نسختها الجديدة، وبكده هيكون الاختلاف الوحيد بين الإصدار الجديد والإصدار القديم من واوي واتش فيت هو اختلاف جوهري فقط.